خلينا برضه نتكلم عن مباراة النهاردة أمام الأهلي، وشايف إنه الأهلي عنده 18 نقطة طبعا وإحنا عندنا 13 نقطة، هل شايف إن فارق النقط ده ممكن يتعوض النهاردة في المباراة بتاعت النهاردة، ممكن نلحق نلم الموضوع شوية؟ ماتش الاهلي والزمالك ملوش اي مقاييس، مظبوط، يعني سواء ده في كرة السلة في كرة القدم ملوش أي مقاييس، ملوش ده هي الحالة البدنية والنفسية في الوقت المباراة هي دي اللي بتفرق كتير قوي مظبوط قوي قوي. يعني ممكن يكون الزمالك هو الموقف معاكس وتحس ان الماتش برضو زي ما هو برضو، ان الجيم ايكوال جيم، وان سواء الاهلي راكب او الزمالك، ده ماتش ملوش اي مقاييس. وان شاء الله النهارده اولادنا، بما ان كمان الماتش بيتلعب على ملعبنا واحنا في احتياج جدا ان احنا نعدي مركز او مركزين عشان ما نقابلش الاول والتاني الناحيه التانيه في دور الاربعه او في دور التمانيه، فاحنا محتاجين الماتش جدا اكتر من الاهلي، ده فده حقيقي. كمان هيبقى حافز عندنا اكتر. وبعدين الاهلي النهارده عنده غيابات كتير، اللي وصلني يعني عنده غيابات، ايهاب امين مش هيلعب، ناس كتير قوي برضو في الفرقه عندها غيابات، فإن شاء الله احنا يعني نتمنى طبعا الفوز النهارده، لانه لو حصل لا قدر الله حاجه تانية او خساره، الفارق النقط هيكبر اكتر واحنا في غنى عن ان دوت يحصل يعني. هو من الموضوع مش فارق النقط، الموضوع الترتيب، لان احنا دلوقتي بنرتب من الاول للثامن، فكل ما ترتيبنا هيتاخر كل ده هيدينا ان احنا في دور الثمانيه يا اللاعب الاهلي يا الاتحاد في البيست اوف 3 قبل ما نطلع لدور الاربعه والبيست اوف 5. تمام، فهو الموضوع مش موضوع نقط، الموضوع دلوقتي موضوع ترتيب، احنا بنحاول ان احنا نطلع بالترتيب. احنا كنا الاول الثامن، احنا ابتدينا الدور ده بالثامن، طلعنا دلوقتي بقينا السادس، ركبنا فوق سموحه وفوق مصر التامين، فاحنا كمان عايزين نركب كمان فوق سبورتنج علشان نلاعب الرابع، الرابع يلعب الخامس. مفهوم. فموضوع النقط ده مش ملوش اي موضوع يعني ملوش اي الترتيب. معنى من ال تمام. الموضوع يعني. طيب يعني المباراة الأخيرة برضو أمام الاتصالات احنا كسبناها بنتيجة 73-70، الفوز ده يعني خلى شوية في رد فعل كويس من الجماهير، رجع تاني شوية ثقة الجماهير تاني في الفريق، هتفتكر النهاردة ده ممكن لو حصل الفوز ده هيبقى ليه مردود إيجابي كبير على اللعيبة؟ جدا، ده ماتش الأهلي، ده ماتش الأهلي وما أدراك ما الأهلي يعني. بالظبط. فطبعا هيكون ليه مردود على الجمهور وعلى إدارة النادي وعلى اللعيبة، وهيبقى حافز ان الولاد يشدوا حيلهم كمان عشان وراهم المنافسات الدوليه بقى. يعني خلينا نتكلم عن الولاد شويه، ونتكلم عن تألق احمد ياسر عبد الوهاب، يعني ثلاثيه رائعه في مباراه الاتصالات اللي سجلها الحقيقه كان ليها مفعول السحر. يعني بما ان انا راجل يعني في المجال، فانا متابع مودي من زمان، من ايام ما كان بيلعب 16 سنه، وليه اخ كمان لعيب كويس قوي احمد ياسين. مودي لعيب كويس، وهو الراجل بيوظفه في مركز اربعه، فلما بيخرج بره الراجل بتاع الفرق التانيه ما بيكملش معاه لبره، فهو بيفضل وبيشوط. يعني حتى تلاحظي مودي اكتر لعيب ما بيبقاش عليه بريشر وهو بيشوط، لان الراجل مانه بيبقى مستنيه تحت على اساس ان هو راجل لعيب اربعه، وهو ده اللي فارق معاه جدا. وهو بسم الله ما شاء الله ماشي السنه دي كويس جدا جدا يعني، والتوفيق حليفه، وربنا يكرم كده النهارده كمان.